اهلا بيكم مشاهدينا في حلقه جديده، لقاء جديد بنستضيف من خلاله اسره جديده في بيت العيله. بنتعرف على افرادها، بنتعرف على دور كل واحد في المجتمع ايه. المجال مفتوح والحوار ممتد، والاسر المصريه اللي بتساهم في بناء امجاد هذا الوطن لا تنتهي. فتابعونا مع هذه الاسره الجديده والحلقه الجديده من بيت العيله. بطل أولمبي فوق العادة هو نجم حلقتنا لهذه الليلة، نجم منتخب مصر للجمباز ولاعبه الأهم لفترة طويلة، طبيب الأسنان الشاب الدكتور محمد فريد السحرتي. نجم رياضي شاب لم يسمح لتفوقه الرياضي بإلهائه عن تفوقه الدراسي. شاب خلوق هادئ ومتواضع تتملكه مشاعر عرفان وحب لا تنتهي لأسرته ولزملائه في الدراسة والرياضة على حد سواء. نموذج للنجم الذي لا ينكر ذاته ويضع مجد الوطن نصب عينيه هدفا واحدا لا يحيد عنه. حول أسرار عالم الجمباز وأحدث الإبداعات في عالم طب الأسنان تدور حلقتنا لهذه الليلة. مشاهدينا مساء الخير، واهلا بيكم معانا في حلقه جديده بنستضيف فيها اسره جديده في بيت العيله. بيسعدنا استضافتها. هنعرف التفاصيل، هنعرف ليه احنا فعلا دايما بنبقى حريصين على استضافه الاسر المميزه او اللي عندها جديد تقدمه وتقوله. معانا النهارده اسره عميد طبيب قوات مسلحه المتقاعد شريف محمد السحرتي، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. الزوجه استاذه غاده، اهلا بيكي. اهلا وسهلا. معانا كابتن، ولا دكتور بقى نعرفك ازاي؟ هو دكتور طبيب اسنان وكابتن بطل اولمبياد في لعبه الجمباز، كابتن محمد او دكتور محمد، اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. نقول الاسره فيها كمان بنت مش كده؟ عندي ميرنا، اخته اكبر منه. ميرنا. اهلا بيكوا. وعندي سؤال دايما ببدا بيه. انا عارف ان هو يعني كان صعب شويه يعني بالنسبه لكم الاجابه عليه، ما اعرفش ليه، بس انا دايما احب اعرف لما بشوف اسره حلوه كده ان انا ارجع بقى بالذكريات، وفرصه ان انتوا ترجعوا بيها، خصوصا ان انا عرفت ان الدكتور محمد ابنكم. ما يعرفش انتوا تعرفتوا ازاي اول لقاء، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي. انا فعلا ما اعرفش يعني محمد ما يعرفش انتوا اتقابلتوا ازاي، فممكن احنا نعرف بقى ومحمد يعرف معانا. الحقيقه هي غاده تعتبر هي اخت واحد من اعز اصحابي وزميلي في الكليه، كنا في الكليه سوا مع بعض، والتزاور اللي كان بيننا هو اللي خلاني اشوفها وشفت البيت والعيله كلها وتعرفت عليهم، فالحقيقه لفتت انتباهي من الاول. عن طريق علاقتك عن طريق علاقتي بصديق عمري. ايوه، يعني دايما لما بشوف الجيل ده والجيل اللي قبلكم بلاقي نفس طريقه الجواز على فكره، حد من العيله، صداقه مشتركه، الاسره بيبقى مهتم قوي بيها انه يشوفها، وبتبقى عامل اساسي وسبب اساسي في ان هو يفكر في الجواز من بنتهم. الاسره بتبقى مهمه قوي. دلوقتي الموضوع طبعا يعني يمكن مختلف شويه، بس قد ايه الواحد حابب الفتره دي والتقاليد دي، لان فعلا لما اتنين بيناسبوا بعض او بيتجوزوا هو اسرتين هي اللي بتناسب بعض، ده اكيد، مش الزوج والزوجه بس، ده اكيد. نقول بقى جواز تقليدي يعني، ولا انت حسيتي بحاجه برضو او كان عندك سبب انك تقولي على الجواز؟ حسيتي باعجاب؟ حسيتي براحه؟ يعني انه كان لطيف يعني. لطيف قوي ولا لطيف بس كده؟ فيعني اتجوزوا بسرعه يعني، اختصرتوا الخطوات ولا لا؟ الحقيقه احنا خدنا فتره خطوبه معقوله. كان طالب. كنت لسه طالب. كنت طيب بقى، ده الموضوع فيه تفاصيل بقى وفي قصه بقى يا جماعه. كنت طالب بحضرتك لسه؟ انا كنت في نهائي طب ساعتها، والحقيقه
كان والدي اتعرف على والدها كمان من العلاقة الأسرية قبل حتى ما أفكر في حاجة زي كده. والموضوع طبعا كان صعب إن أنا أتكلم معاها أو حاجة لأنها أخت صاحبي، بس فكان بتنتهز الفرص وبتزور صاحبك كتير بقى وهي بتحب تقدم بقى الشاي والحاجات الجميله بتاع لا زمان الحقيقة دي. ممكن لا تكون هي ما كانتش واخدة بالها لا ما مني قوي بقدمش، ما ساعتها، بقدمش مش إنما بقدمي. شافك ازاي طيب؟ لا في البيت بس من غير ما اقدم يعني. طيب من غير ما تقدمي حاجه يعني. طيب تخصص حضرتك، حضرتك بتقول طب، تخصصك ايه؟ أشعة تشخيصية. أشعة تشخيصية. حضرتك مش بتشتغل؟ لا ده بناء على رغبة الدكتور ولا أنت من لا انا اتجوزت وانا في الجامعة وجبت بنتي، أي وبعدين انا لما خلصت جامعة كنت جبت محمد، فكان طبعا انه يعني انا مش مع اللي هي ودي حضانة ودي هنا واجري اشتغل واعمل، كان الحقيقة. صعب لا بالنسبة لك، يعني ما انت ما كانتش، كانش عندك كمان الرغبة في الشغل، واضح يعني مش ما ما كنتيش متمسكة عنديش، بيه. بس في دايما اولويات، انت بتحسبيها باولوياتك ايه؟ فاكيد كان بالنسبة لي انا انه اولوياتي طبعا بنوتي، كانت ابتدت بقى تدخل الحضانة وكان محمد بقى لسه بيبي وكده، فكان يعني حسيت انه مش هقدر انه اجري ودي مدرسة وراعي بيبي صغير وانزلي شغل. وانا بتكلم معاكي ان انت بتقولي انا ما حسيتش، انا بقول لك ازاي طلعت لنا بطل كده. وبعدين تخصصه صعب، طب اسنان، خرج من طب اسنان وبيحضر دراسات عليا وفي نفس الوقت احترف في الرياضه، مش بيلعبها كده بس. فقلتي لي لا انا ما حسيتش اني يعني انا بذلت مجهود، ما حسيتش اني قدمت حاجه زياده عن اللي بتقدمه اي ام، هي وده دي الجميل حقيقة. فيكي يعني. يعني دايما ما حسيتيش انك ضحيتي، ما لا حسيتيش ان انت بالعكس، اكتفيتي بيهم انا وبنجاحهم عاوزة هم. اقول لك حاجة، انه انا حقيقي بأمانة اللي اخدته منه اكتر بكتير قوي من اللي انا اديته. إيه يعني، يعني انا كفاية انه انا يعني هو هقول لك ايه، انه كان هو كل العبء عليه، هو اللي كان بيذاكر، هو اللي كان يصحى من الساعة 6 عشان يروح المدرسة، عشان يرجع يخلص الواجب بتاعه عشان يلحق يروح بس تدريبه. مين اللي خلاه بقى بطل رياضي؟ ومين اللي شجعه على الرياضة؟ ومين أنا اللي كان هقول بيوصل وبيقعد 3 ساعات علشان طيب، باعتراف الدكتور؟ أنا مع، أنا عارفة بصي التفاصيل دي من الدكتور. هقول لحضرتك حاجة، أكيد أنا عملت مجهود، بس ما أقدرش أقول إنه الفضل الأساسي ان هو بتاعي. لا هو اذا ما كانش عنده هو من جواه عنده العزيمة وعنده عاوز يكون حاجة. يعني هو ما كانش طفل متعب، لا هو هو الحقيقة شجع كان يعني طفل. حضرتك طبعا اهتميتي وكله، بس هو لولا انه كان متجاوب ما كانش. هي متواضعة بس زيادة عن اللزوم، لا مش لا لا يعني خالص، قول يا محمد لا حاجة. لا هو ايوه كده، بس انا مش عارف بس يعني نتكلم في الحاجات دي ولا لا. بس انا فاكر في ايام وانا صغير كنا بنطحن في التمرين، يعني التمرين ممكن في وقت كان يطول عن 3 و4 ساعات. ده يوميا. وانا مروح في العربية انا كنت بروح في النوم، يعني انا بطلع من التمرين اركب العربية انام، الاقي نفسي صحيت، يعني الاقي نفسي قصدي في في السرير الاقي نفسي في ومغير السرير هدومك. ومغير، وتاني يوم شفت انا الصبح عرفت صاحي ازاي. ولابس لبس المدرسة ومستعد عشان انزل المدرسة. طيب وانا اخر حاجة فاكرها ان انا نمت في العربية امبارح بالليل. طيب هو نام من التعب، وثلاث اربع ساعات قاعدة مستنياه وطلعتي شايلاه وعملتي كل ده، وبعدين تشوفي اوكي بنتك، وبعدين انا تشوفي هي البيت عايز ايه. مجرد الأم طلعته. المصرية دي عظيمة يا جماعة، عرفتوا بقى انا احنا بقول لك بنستضيف هي بس الأسر دي ليه؟ هي شخصيا يعني متواضعة زيادة عن اللزوم، لا يعني زي ما بقول لك انا بخلص بالعكس، تمرين وانام اصحى الصبح الاقي نفسي لابس نفس المدرسة هقول لك، وجاهز عايزة اقول اقول لحضرتك لحضرتك حاجة بدون مقاطعة، يعني قلتها لك قبل ما نسجل، مش ضروري تبقي اللي بتقدميه حاجة يعني كبيرة بالمعنى اللي هو يعني عملتي حاجة صعبة قوي في حياتك أو طب انا تنازلتي هقول جامد، لك. يكفي هدوئك، يكفي طيب إنك موفرة لو الجو الأسري اللي يخلي اللي عايز يبدع يبدع، اها مفيش مشاكل. مش الست المصرية بقى النكدية اللي بنشوفها أحيانا في الدراما، في ابتسامة وفي هدوء مميز، يعني أي حد ميرسي بيسمعك بيلاحظه. اها فدي على فكرة طيب ده نوع من احنا أنواع لو يعني انا التميز دايما يعني. يمكن انا عشان شوية بحب دايما السلوك الانساني والحاجات دي، فانتي لو لما بتيجي تحسبيها
يعني هل اللي انا اديته هو مين اللي ادى اكتر؟ هو بكتير. يعني كفايه انك مثلا انا كل اللي عملته ان مثلا بوصل بجهز له اكله. هو اداكي ايه؟ هو ليه بقى دايما بتقولي محمد اداني؟ انت محمد متخيله؟ اداكي ايه؟ هقول لك حاجه، متخيله إيه لحظه وهو واقف والدنيا بتسقف له وهو بيرفع علم مصر في بطولات كتيره، في بطولات دوليه وانا بشوفه ممكن في التلفزيون وانا بحضر معاه او كده، متخيله انا احساسي بيبقى ايه؟ الفخر اللي انا ببقى فيه. دايما بقول ان انا الحقيقه يعني زي ما تقولي هو مخلي راسي في السما. مش الله هقول كلام. لك انا لو منك يا محمد لا لا يعني. حقيقي مش هقول لك علشان هو بطل رياضي الابطال كتير قوي، هقول لك عشان دكتور اسنان الدكاتره كتير جدا، لكن هو حقيقي من الناحيه الاخلاقيه هي دي بتاعتي انا، الدراسه دي بتاعته، هو اللي اجتهد وذاكر. كويس، نسبتي لنفسك حاجه، الناحيه الاخلاقيه الاخلاقيه اللي انت اللي بتشكري هي فيها ترجع لك انا وترجع بوجه لباباكي. بوجه مجرد حتى يعني بلفت نظره، لكن انا مش من اللي هو اعمل اضغط. فهو اللي كان مساعدني ان هو كان بيقدر ان هو يعني زي ما تقولي ان هو قدر يتفوق يتميز يوصل له. استيعاب الحاجات دي بيبقى نتيجة الهدوء بتاعها. في فرق بين ان انا بوجه بعصبية وبين بوجه بهدوء. الهدوء وده بيوصل الحاجة، بيخلي فيه تواصل بين الاتنين، وبالتالي بتقدر توصل له الحاجة الكويسة اللي هي عايزة تزرعها. أيوة فيه بالظبط. ازاي قدرت توفق بين دراسة مش سهلة في طب أسنان وكمان بتحضر دراسات عليا وبإنك تشترك في بطولات وبطولات دولية وأولمبية؟ كم بطولة أولمبية؟ أنا رحت الأولمبياد مرة واحدة بس، رحت في أولمبياد لندن 2012، كان عندي أمل إن أنا أروح أولمبياد ريو 2016 السنة اللي فاتت بس ما حصلش نصيب. أيوة. فبالنسبة للأولمبياد كانت هي مرة واحدة مرة واحدة. بالنسبة للتوفيق بين الدراسة والتمرين الموضوع كان محتاج شوية تنظيم وقت، بس برضو أنا كان عندي ميزة شايف إن هي ما كانتش موجودة عند ناس تانية كتير. في ناس تانية كتير كان بيتضغط عليهم إن أنت لازم تذاكر، لازم تنجح، لازم تطلع الأول على الفصل، لازم تطلع الأول على المدرسة، لازم تجيب 100% في ثانوية عامة. أنا الحقيقة والله وهم قاعدين أنا ما حصلش معايا كده. عمر ما كان حد بيقعد يجري ورايا في البيت لا هتذاكر، عمر ما حد قال لي لا مش هتنزل التمرين عشان عندك مذاكرة. يعني ما فيش حاجة جت على حساب حاجة، وما طلبش مني إن أنا أقصر في حق الرياضة علشان انا لازم ابقى اجيب 99 و100% في ثانويه عامه. الموضوع مشي بسلاسه معاك؟ مشي ده لان استعدادك مشي برضو بسلاسه كويس جدا يعني. يعني اعتقد استعدادي كان كويس نتيجه ان انا مش حاسس ان المذاكره دي حاجه ما كانتش حاجه بالنسبه لي وحشه، ما كانش عقاب. مش مثلا لا انت مش تخرج النهارده عشان ما هتذاكر، لا انت مش رايح التمرين عشان هتذاكر. ما حسيتش المذاكره ما كانتش تقيله على قلبي وقتها. طبعا المذاكره تقيله على قلب اي حد. ايوه بس لكن ما لقيتش صعوبات فيها، ما كانتش يعني يعني مش حاسس ان انا بسرعه. اعتقد بس استوعب بسرعه. لا بس تخصصك بقى في الـ في الـ في طب اسنان. لما انا سالتك السؤال ده قبل ما نطلع على الهوا ونسجل، وبصراحه لفت نظري جدا شخصيه الاب ودور الاب في توجيه ولاده بطريقه نقدر نقول انت اوحيت لمحمد ان هو اللي اختار. يعني احكي لنا الحكايه جت ازاي. ما عملتش مشاكل وقتها بس ده بيعمل مشاكل بعد كده. خلي بالك انت كنت رافض ان انت تدخل طب صح؟ يعني لما بابا يعني فتحك في الموضوع في البدايه احكي لنا. ما كانش عندي استعداد ان انا اخش كليه طب نهائي، يعني بشري لكن طب بشري ما كانش عندي استعداد ان انا اخش طب بشري ساعتها، لان عدد السنين كتير جدا والمجهود اعتقد ان هو يعني حاجه خرافيه. وفي نفس الوقت يعني عملت حساب الرياضه في الوقت ده، يعني قلت مش لازم اخش كليه طب لان انا يعني برضو في الاخر عايز ابقى كويس في الدراسه وعايز ابقى انسان محترم في الاخر. بس نفس الوقت كنت متمسك جدا بالرياضه. كان 17 سنه ابتديت دخلت منتخب مصر الاول، ابتديت العب بطولات، ابتديت اسافر، ابتديت اتعلق بالرياضه جدا. فده اكتر وقت كان لازم ان انا اعمل بالانس ما بين الحاجه اللي انا عايز اخشها، الكليه اللي انا عايز اخشها، والرياضه اللي انا بلعبها. دي وقت الاختيار بقى والتخصص وخلاص ما بقاش ينفع تجمع قوي تجمع الاثنين قوي
وتديهم نفس الاهتمام مش كده؟ بالظبط. لما اتخرجت من يعني ثانوية عامة انا ساعتها يعني قعدنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، لان هو يعني هو في طب بشري طبعا من قبلها ب 30 سنه مثلا ولا حاجه، ب 20 سنه بس. ايوه. ف لقيت انه صعب تدخل في انا كان عاجبني فكره جدا جدا من وانا تقريبا في ثانيه اعدادي، كان نفسي اطلع دكتور، بس في نفس الوقت كنت مستصعب جدا فكره طب بشري. قعدنا اتكلمنا في الموضوع ده شويه، كان قدامنا ان احنا نختار ما بين اسنان ما بين صيدله. كل ده طبعا كان متوقف على المجموعه اللي هجيبه في ثانويه عامه، يعني في الاخر كان ممكن ما اخشش اي حاجه من الحاجات دي، بس ربنا جبت وفقني. مجموعه كبير؟ جبت مجموعه كويس، جبت تقريبا 98 وشويه او حاجه كده. ما شاء الله عليك. وكان كفايه ان انا يعني كان كفايه ان انا عندي حريه الاختيار ما بين اسنان وما بين صيدله. قلت له بقى ساعتها انت وجهته، يعني انا لاحظت انك وجهته بطريقه غير مباشره، بطريقه ذكيه جدا. الحقيقه الكلام ده بدا من اولى ثانوي معايا. اولى ثانوي كانت المفروض ان في نهايه السنه في خلال السنه هيقدم علمي ولا ادبي، علمي علوم ولا علمي رياضه. فالحقيقه بدانا نتكلم من اول السنه، ميوله كانت علميه اكتر منها. فقررت مبدئيا انه فقررنا ان علمي علوم. لما بدا من تانية ثانوي بدانا نتكلم، طب انت ايه اللي في دماغك اكتر؟ كان معترض تماما على كليه طب بشري على اساس ان المجهود والسنين الطويله والكلام ده، فكان عنده اعتراض. قلت له اللي يريحك، انما الكليات العلميه اللي قدامك حاول وانت بتذاكر المواد بتاعتك، في مواد لها علاقه بكل كليه، فحاول شوف انت بتستمتع وانت بتذاكر انهي اكتر. هل انت بتستمتع وانت بتذاكر الكيمياء ولا وانت بتذاكر البيولوجي؟ لحد ما خد ثانوية عامة كان الاختيار بين الاتنين. فالحقيقة قلت له انت قدامك لو هتخش صيدلة الكيمياء بمشتملاتها، وانا ليا ابن اختي صيدلي، فقلت خليته يتكلم معايا. فقال له على المواد اللي هو بيدرسها في الكلية ما حبهاش. من اول ثانوية عامة يعني هي حاجة ربانية، انا الكيمياء مش بتخش في دماغي. دخلت اولى جامعة، تانية جامعة باخد يعني شوية كيمستري في علوم، باخد شوية كيمياء في طب، باخد انا الكيمياء ما تخشش دماغي يعني. فمبدئيا رفضت الصيدلة واتجهت طب اسنان. ده كان الاختيار التاني على طول. بالظبط. ما ندمتش بقى لما دخلت في طب اسنان ودلوقتي انت بتتدرب؟ الكلام بقى اللي احنا اتكلمنا فيه في اولى ثانوي، يقول لي مثلا انا المادة اللي باخدها في بشري بذاكر مثلا منها كتاب 500 صفحة، بيقول لي بشوف دفعتي في اسنان بياخدوا 15 صفحه 20 صفحه، مش بياخدوا اكتر من كده. دخلت اسنان اول سنه الاقي عليا كتاب مثلا 300 صفحه ذاكره، غير الماده اللي هو كان بياخدها خالص، ماليش دعوه. ده بقى اللي عامل مشاكل بعد كده. اخش الامتحانات الاقي مثلا جايب لي كتابين ثلاثه، يقول لي اصل احنا عندنا ثالثه ورابعه سنتين مجمعين، فانا في رابعه بامتحن ثالثه ورابعه على بعض، 15 صفحه ايه اللي ذاكرها؟ يعني طلع الموضوع برضه صعب. طلع صعب جدا. مع اللي كنا بناخده في كليه الطب يعني هو في حته برضه جر رجل. انا عجباني اسنان جدا ومكمل فيها، وابتديت اعمل ماجستير دلوقتي، بعمل دراسات عليا في زراعه الاسنان. أيوة. ومكمل فيها، وان شاء الله بعد كده هيبقى الكارير الاساسي بتاعي اسنان. أيوة. وما عنديش مانع افضل اشتغل 50 60 سنه جايين في اسنان. ايوه. بس طيب والجمباز بقى احنا كده نسينا خلاص الجمباز. لا لا لا. انت واخد دوره تحكيم مش انا كدا. واخد دوره تحكيم دولي فعلا في الجمباز. وبطلت خلاص تلعب جمباز؟ يعتبر بنسبه كبيره يعني خلاص كبرت، سني كبر الجسم ما بيستحملش زي زمان، يعني مع السن الجمباز عمر اللعيب في الملعب بيبقى قليل جدا. أيوة. اقل من العاب تانية كتير. فدلوقتي عندي 27 سنه. 27 سنه في الجمباز. ايه ده، لعب الجمباز بيبطل بدري قوي كده؟ اصل احنا معلوماتنا عن الرياضة بتبقى متوفرة أكتر عن كرة القدم، لكن الألعاب التانية يعني الجمباز ما نعرفش عنه معلومات كتير. الواحد بيوصل لقمة مستواه. أيوة. في رينج 22-23 سنة. ده قمة أي لعيب جمباز في العالم، يعني حتى بطولة العالم كانت لسه شغالة الشهر اللي فات، الناس اللي بتاخد ميداليات كل واحد خد ميدالية مش أكتر من 23-24 سنة بالكتير. فده قمة مستوى أي لعيب جمباز في الدنيا. من بعد 22-23 يبتدي المستوى ينزل شوية. كل واحد هو ستارت بقى يقدر يحافظ على نفسه كام سنة من بعد ال 23. يحافظ على نفسه كام سنة؟ عشان دي كل سنة بعد ال 23 ده يعتبر يعني اكسبشن او استثناء. بالزبط. انك مستمر بعد السنة. الجسم ما يقدرش يستحمل المجهود واللود والحمل اللي كان بيستحمله قبل كده. طب ليه الجمباز؟ هو لعبة جميلة. نسأل اشمعنى الجمباز؟ نسأل هو كانت لانه هو بادي وهو 4 سنين، ف
فكان لسه صغير جدا، وانا يعني طول عمري مش بحب الحقيقة لعب العنف او كده، اخترتي له فكانت هي رياضة وما فيهاش عنف. هي انا كنت دي الحاجة الوحيدة اللي انا كنت بدور عليها، انه ما يكونش ناس بتضرب بعض، الحاجات دي ما ايوه بحبهاش. فانا لقيت في البداية انها لطيفة، شقلبات، ورياضة حاجات وبتلون كده. الجسم في نفس الوقت. اها. وبعدين بس ما كنتش عارفة بقى وقتها قد ايه المخاطر بتاعتها، قد ايه كسرنا كم مرة بعد كده. انا مستغربه لما بتقولي عنف، لا فيها مخاطر هي الجمباز انا بلسه يعني، احكي لنا عنه فكره بس بسيطه. هو انا اعرف ان في 6 اجهزه او هما 6 اجهزه، كل جهاز الواحد بيأدي عليه 10 حركات، والعشر حركات دول لما بأديهم باخد درجتين، باخد درجة على صعوبة الحركات اللي أنا أديتها، وباخد درجة على أدائي وأنا بأدي ال10 حركات دول، وفي الآخر المتوسط بتاع الدرجتين دول بيبقى هو ده الدرجة النهائية بتاعتي على الجهاز. بعد كده أجمع ال6 درجات بتوعي، وتبقى دي الدرجة اللي على أساسها بيتقسم بقى كل حاجة، بيتقسم المركز الأول والتاني والتالت. أي. طب مصر متقدمة مثلا في السكواش على المستوى الدولي، وجمباز ايه وضعنا؟ ايه وضع منتخب مصر على وايه المستوى وضعنا في العربي والافريقي احنا متقدمين جدا، يعني بالرغم ان السنوات اللي فاتت ابتدت ناس كتير تطلع تنافسنا، بس لحد النهارده على المستوى العربي والافريقي نعتبر ان احنا يعني احنا اللي لينا الصداره. بس يعني اعتقد ان احنا محتاجين نشد حيلنا اكتر من كده، يعني زي ما بقول لك الناس ابتدت تقرب مننا، فمش عايزين في اي وقت في السنين الجايه ان حد يعدينا. مش بتتضايق لما بتحس ان كان وانت بتلعب وبتدخل بطولات وفي منتخب مصر وشاركت في الاولمبياد ومفيش الاهتمام الاعلامي بيكو زي كرة القدم، اللي بكرة القدم ولاعيبة كرة القدم حاجه انا رايي ان هي طبعا حاجه تضايق. الفكره بس ان من واحنا يعني احنا في الجمباز واعتقد معظم الالعاب الفرديه من واحنا صغيرين ما تعودناش على، يعني دي حاجات احنا على طول بنطالب بيها، بس ما تعودناش على الاهتمام الاعلامي كتير، فاحنا ما افتقدناهوش لان دي حاجه احنا اصلا ما خدناهاش قبل كده. أيوة. بس يعني طبعا انا شايف ان دي كانت حاجه هتفرق في مستوايا ومستوى ناس كتير جدا ومستوى العاب تانية كتير جدا لو كان في اهتمام بيها اكتر من كده من الاول. أيوة. طيب نرجع تاني نقول ان مش اي حد لعب رياضة يبقى بطل رياضي. ومش معنى ان انا ام عايزة ابني يبقى شاطر في المدرسة ويبقى بطل رياضي ان انا هنجح اقنعه. في الاستعداد، في كمان مقومات وشروط كتير. نشوف مع بعض تقرير، نشوف رأي الناس يعني فكرتهم ايه علشان يربوا ولادهم التربية الصح من الناحية الدراسية، من ناحية الرياضة، حب الرياضة، الهوايات عموما والموهبة عموما ازاي ننميها عند ولادنا ونهتم بيها. نشوف تقرير ونرجع نستكمل حوارنا. هي الأسرة الأول في تكوينه الجسماني، وبعد كده توفر له المكان اللي يقدر يمارس فيه رياضته. هي أول حاجة طبعا الموهبة، تاني حاجة اللياقة البدنية، تالت حاجة ودي أهم حاجة الأخلاق. يعني لازم يكون اللاعب قدوة للعيبة كلها وقدوة للناس اللي بتتابعه. الموهبة والالتزام تاني حاجة، إن أو تالت حاجة إن هو يعني ما يتغرش. الإصرار، الموهبة، مثلا حب للرياضه اللي عايز يلعبها، الاصرار والعزيمه والثقه بالنفس لازم يكون، وتحدى مع نفسه لازم يكون عنده اصرار وتحدي ان هو هيحقق حاجه غيره ما حققهاش. الانضباط طبعا، في انضباط بيساعد على تكوين الشخصيه. النقطه الثانيه عنده الموهبه، يبقى انضباط مع موهبه مع التزام بيساعد على تكوين البطل الايه الرياضي. اهلا بيكم مرة تانية، بنستكمل حوارنا مع الكابتن دكتور الكابتن محمد السحارتي، ونقول ان ده كان رأي الناس او فكرتهم عن يعني ايه ابقى بطل رياضي، فكرة الاباء والامهات ازاي انا اطلع ابني او بنتي. انت ايه بقى يعني ايه فكرتك عن القصة او ازاي نجحت فيها؟ ليها شروط معينة ممكن نتبعها ولا هي استعداد بس ولا هي ايه؟
هي انا اعتقد اهم صفتين لازم يبقوا موجودين في اي واحد علشان يوصل لمستوى عالي في اي رياضه هو بيلعبها. اول حاجه الاجتهاد والالتزام، تاني حاجه الموهبه، والاجتهاد قبل الموهبه. يعني طبعا الموهبه في اي لعبه، يعني الناس كتير شايفه ان ده اهم حاجه، ان انا لازم اكون عندي موهبه وعندي استعداد للعبه، بس انا شايف الاجتهاد والالتزام عامل اهم بكتير. الاجتهاد والالتزام مش هيتربى جوه البني ادم انا شايف غير من البيت والاهل. يعني الموهبه هتتنمى في الملعب، بس لازم الاهل ينموا جوه البني ادم ازاي يبقى مجتهد، ان هو يحدد لنفسه هدف ويحاول يوصل له باي طريقه مهما كان، وان هو ازاي يلتزم. انا قعدت ابتديت وانا عندي 4 سنين، اول بطوله دوليه سافرتها كان وانا عندي 16 سنه، يعني بعدها ب 12 سنه قعدت 12 سنه بتمرن بلعب جوه مصر بس. بعد كده قعدت 18 سنه بتمرن عشان اروح الاولمبياد، قعدت تقريبا نفس ال 18 سنه دول علشان اخد ميداليه افريقيه فيها واخد كل حاجه. الرياضه جد جد لازم، الفكره مش ان انا لما اكون فاضي او عندي مزاج اروح اتمرن، ست ايام لا فيش كلام ده. ست ايام في الاسبوع كل يوم تقريبا 3 أو 4 ساعات، اوقات كنت بتمرن في النادي، يعني النادي يعتبر قريب من بيتي. بعد فتره صغيره دخلت المنتخب، المنتخب كان بيتمرن في المعادي وانا ساكن في الدقي، فالمسافه بتاعت كل يوم طبعا في الاول ما كانش معايا عربيه، كان لازم حد اهلي هم اللي بيوصلوني، وغالبا كان مفيش مامتي. عقبه وقفت قدامك، اخدت الموضوع جد، ما حسيتش ان انت مختلف عن زمايلك اللي يعني في سنك ان هم طبعاً بيخرجوا اكتر بيلعبوا اكتر، بس ما كانتش مضايقاك، انت فاهم انت بتعمل ايه ومقتنع بيه. يعني انا كنت شايف ان انا عندي حاجه اهم من كده، يعني برضو في الاخر الواحد بعد اول ميداليه الواحد بيفهم الحاجه اللي هو فيها، يعني بعد اول نتيجه كويسه الواحد يحققها بيقدر الحاجه اللي هو فيها دي تستاهل ان هو يكمل عشانها، ولا اسافر واخرج وانزل واعمل يعني محمد رغم كل اللي انت بتقوله لي انك قد ايه كنت واخد الموضوع جد، وماما مشجعاك ويوميا تدريبات بالساعات، بتقول لي لما بقول لك مين المتقدم في اللعبه، قلت لي الصين واليابان. الصين واليابان قلت لي هم لا هم واخدين الموضوع جد اكتر، متفرغين له اكتر اكتر بكتير اكتر من كده كمان. انا في الاخر يعني انا برضو علشان المجتمع اللي احنا فيه انا لازم اروح المدرسه ولازم اروح الجامعه ولازم اشتغل ولازم ولازم ولازم. الناس التانيه بتبقى متفرغه، يعني هو بيصحى من الساعه 6 الصبح يتمرن، يجي تاني الساعه 11 12 الظهر يتمرن، يجي تاني الساعه 5 6 بالليل يتمرن. يعني هو عايش للرياضه. هو احنا عايش بنشوف للرياضه بلد بتاعته. متفوقه في رياضه او في اي حاجه لازم نعرف ان ده مش من فراغ، لا هم خالص. عايشين فعلا حياتهم كلها رياضه. بالظبط. ده بقى على مستوى لعب الكوره اللي بنشوفه بالمستوى ده على مستوى على الالعاب المستوى كلها، العالمي ليه. على مستوى الالعاب كلها هم في الاخر عندهم سيستم، انت رياضي، انت شغلتك ومهمتك في حياتك ان انت تبقى رياضي وتكسب توصل لاعلى مستوى، تجيب لنا بطولات، ترفع علم بلدك، يعني هي دي وظيفتك. مش مطلوب منك ولا ان انت تشتغل دكتور ولا ان انت تشتغل مهندس ولا ان انت تصرف على بيت، مش طب مطلوب هو منك الكلام ده معنى كده كله. ان هم مش بيدرسوا يا محمد وطلبه برضو هناك؟ بيدرسوا لحد المراحل التعليم الاساسيه بس، هو مش محتاج يطلع مهندس ومش محتاج يطلع دكتور. هو يعني مفيش هناك ان انا ابقى مهندس او طبيب زيك وابقى محترف في رياضه ما؟ انا سافرت بطولات كتيره جدا جدا، ما قابلتش في حياتي حد مش مصري، رياضي مش مصري، لعيب جمباز مش مصري، وفي نفس الوقت مهندس او دكتور او انا ما قابلتهمش. ممكن يطلع فيه بس اعتقد ان دي حالات يعني نادره، مش ده حالات العادي، حالات تتعدى على صوابع الايد. في نفس الوقت بقى لو بصيت للفريق بتاعي، انا دكتور اسنان، عندي واحد زميلي دكتور بشري، يعني اعتقد ان ممكن يبقى عندي 2 أو 3 مهندسين، ده في منتخب مصر للجمباز. فاحنا ظروفنا غير ظروف الناس التانية خالص، والالعاب الفرديه كتير كده، يعني انا مش يعني الجمباز طبعا ده الحاجه اللي انا ادرى بيها، بس العاب فرديه كتير كده جدا كده. نجمنا النهارده الدكتور محمد، مره كابتن ومره دكتور، لخبطتنا يا محمد. لكن تخصص حضرتك مهم عندي نتكلم فيه، العلم والطب كل يوم فيه جديد، حضرتك تخصصك اشعه تشخيصيه. تمام. الاشعه ما بقتش تشخيصيه بس، اللي اعرفه انها بقت علاجيه ايضا، يعني كل يوم فيه جديد زي ما بقول. ده اكيد. زمان كانت الاشعه مجرد انها اشعه تشخيصيه، الحاجات اللي بنشخص بيها اختلفت في السنين الاخيره، حتى الاجهزه اللي كانت موجوده التقدم العلمي بتاعها، التقدم الهندسي والتكنولوجي بتاعها خلى استخداماتها اختلفت تماما. في الاول كان زمان هو جهاز الاشعه العاديه، وطلع بعديه جهاز الموجات الصوتيه، بعد كده اشعه مقطعيه،
بدأ يظهر الرنين، بدأ يظهر الأشعة التداخلية، الأشعات اللي فيها يعتبر جزء علاجي. بعد ما كنا في الأول بنشخص بالأشعة مجرد إن في ضيق في الشرايين، دلوقتي أصبح، والحقيقة الكلام ده من فترة مش قليلة بس مش من بعيدة قوي، إن ممكن يتعمل توسيع للشرايين، يتركب دعامات عشان بدل ما يضطر إن يخش في جراحة ويتعمل له جراحة. أي. فده بيقلل طبعا نسبة تعرض العيان لجراحة، لأن العمليات دي بتبقى عمليات كبيرة مش صغيرة، فلما نستعيد عنها بأسطرة أو دعامة أو بالونة ده بيبقى أفيد للمريض بكتير. وهل إحنا المفروض يعني مطالبين إن إحنا بصفة دورية نعمل أشعة كل فترة معينة، وأشعة على إيه يعني؟ ولا لأ، أنا لما أحس بشكوى معينة بروح أعمل أشعة؟ يعني البلاد المتقدمة بتعمل إيه؟ الحقيقة بالنسبة للأشعات كتشيك اب على الواحد، مصر بتعمل كده دلوقتي، اتعملت في حملات عشان لعمل اشعات سيرفي على سرطان الثدي، فاتعمل ماموجرافي، والحقيقة وزارة الصحة عملت مجهود جامد في بقى عندنا الوعي ده. ده بقى عندنا الوعي ده، لدرجة انه بينزل عربيات تعمل مسح للكلام ده، وفي مؤسسات عملت مسح الحاجة زي كده، واكتشفوا حاجات وكل ما نكتشف بدري كمان العلاج اسهل. كان اكتشاف مبكر وادى لنتائج هايله. ايوه، في العلاج كل ما المرض يكتشف بدري كل ما ده بيجيب نتائج ممتازه. طب ده على مستوى الاشعه يمكن بقى في وعي، لكن على مستوى الاسنان بقى نيجي هنا للدكتور. لسه نص نص محمد، السنان احنا لازم يعني انا ولقيت كتير حواليا كده لازم بقى في الم عشان الواحد يزور دكتور السنان. احنا بالنسبه لنا دكتور السنان ده رعب. وحكايه بقى ان انا اول باول اراعي اسناني، هل بقى في الوعي برضه عند المصريين كده، ولا بيعتبروها حاجه يعني كماليه الا لو في الم؟ انا اعتقد ان التوجه العام احنا بالنسبه لنا ان علاج الاسنان حاجه كماليه وعلاج طوارئ، ويعني الواحد ما بيروحش غير اما خلاص يكون مزنوق جايب اخره، يعني وشي ابتدى يورم طب انا اروح للدكتور، او مش عارف انام، او المسكنات مش جايبه نتيجه. بالظبط، دي الحالات اللي بروح فيها للدكتور. حتى مثلا علاج العصب مثلا، الواحد يعني غالبا دي اعراض ان الواحد عنده مشكله في العصب بتاع السنه. علاج العصب ده ممكن يحتاج مثلا زيارتين ثلاثه، بعد اول زياره بنسبه كبيره الوجع بيروح، ما يروحش الثانيه والثالثه، ما يكملش الثانيه والثالثه. ايوه، خلصنا الزياره الاولانيه وقعدنا في بيتنا، الوجع راح خلاص، الوجع راح خلاص، انا كده ارتحت، انا مش هروح تاني. ايوه، ناس كتير شايله هم ان زياره الاسنان تبقى زياره تقيله، الزياره بتاعه دكتور السنان زياره تقيله وزياره مؤلمه. انت تخصصك ايه يا محمد؟ انا بعمل ماجستير دلوقتي في زراعه الاسنان. زراعه الاسنان يعني ده يعتبر تخصصي دلوقتي، اللي هو التخصص برضو صعب، بيتهيألي من التخصصات الصعبة. تخصص صعب وتخصص جديد، يعني هو يعني برضو مش موجود في مصر بقاله فترة. ده معتمد على الناس اللي عندها وعي أكتر بالأسنان، لأن زراعة الأسنان بتبقى في الأغلب أماكن سنان فاضية، مكان سنان فاضية، سنان اتخلعت قبل كده، فأنا عايز أزرع مكان السنان اللي اتخلعت علشان أعوض وأعرف أشتغل وأعرف يبقى شكلي كويس وأعرف أقطم وأعرف أكل كويس. يعني ده يعتبر مرحله متقدمه اكتر من الحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها، ان انا ما بروحش لدكتور السنان غير في الضروره. ايوه، انا دلوقتي هروح لدكتور السنان علشان ازرع، علشان استعيد عن السنان اللي انا فقدتها، علشان اجمل سناني، يعني برضو الناحيه دي ابتدت تشتغل شويه اكتر. طب نوصيك بقى خير بالناس شويه ورحمه بالناس. موضوع زراعه الاسنان دي من الحاجات المكلفه جدا على الناس، فخليك بقى هي يعني للأسف دكتور كبير وشاطر. وتبقى تعمل حالات بقى خيريه جنب الحالات. هي فكره، بس زراعه الاسنان مشكلتها وده اللي بيعمل مفهوم خطا عند الناس، هي صدقيني بتبقى مكلفه على الدكتور كمان. ايوه، الزرعه بتبقى معموله من ماده التيتانيوم، التيتانيوم دي يعني زي ما بنقول كده بيتبني بيها هياكل الطيارات، فالماتيريال نفسه المستخدم غالي جدا. غاليه جدا، وطبعا ما بتتعملش في مصر، فاحنا لازم نجيبها من بره. ايوه، فطول مثلا ما عندنا زياده في اسعار الدولار، طول ما عندنا يعني مشاكل في الاستيراد، فده بيزود سعر الحاجات اللي احنا بنستوردها.
فبالتالي لازم هيعود على سعر الخدمة نفسها. أستاذة غادة، أنت بتقولي لما كنت بحضر مع محمد يعني بتحسي بإحساس من السعادة والفخر، البطولات ولما يمسك علم مصر، إيه البطولة اللي أنت فاكراها ليها ذكرى عندك فعلا هو مسك علم مصر وحصل على ميدالية أو جايزة؟ هي كل البطولات أكيد ليها، يعني كل بطولة أكيد ليها ذكرى، وأكيد يعني مفيش واحدة مميزة عندك فاكراها عن البطولات التانية؟ لا الحقيقة كلهم يعني يعني حتى وأنا بكلمك إنه بتسترجعي الصورة وهو يعني وهو بطل، هو بطل والناس بتسقف له وهو ماسك العالم، ما تقدر يعني كل البطولات. طب بالنسبة لك يا محمد، أنا ما عرفتش الجوائز الميداليات اللي أنت حصلت عليها، يعني أكيد ليك تاريخ في الجمباز. يعني ممكن ابتدي من اول البطولات الافريقيه. خدت اول في بطوله افريقيا 2009، وخدت اول 2010 و2012. في 2014 خدت تاني افريقيا، وفي 2015 رجعت خدت اول تاني. يعني ده بالنسبه للبطولات الافريقيه. البطولات العربيه عندنا ما بتتعملش كتير، بس خدت اول في 2010 و11 و12. الاولمبيات يعني طبعا اكبر بطوله رحتها في حياتي كانت طبعا هي اولمبيات لندن، وزي ما قلت لك يعني كان عندي امل ان انا اروح اولمبياد ريو، بس للاسف ما كانش فيه نصيب. رحت خمس بطولات عالم 2009 و10 و11 و14 و15. يعني كان ليا نصيب ان انا اشارك باسم مصر في مناسبات كتيره. كان سؤالي على فكره، انت كنت مدرك ان انت مش بتحقق انتصار شخصي، لا انت بتمثل اسم مصر، والموضوع اكبر ومعناه اكبر بكتير من ان محمد يكسب. يعني الموضوع ده يعني يمكن الواحد ما يعني مش بيستدركه وهو صغير، بس مع الوقت الواحد فعلا بيشوف قيمة الموضوع ده. يعني ان احنا نبقى سواء بطولة افريقية سواء عربية سواء بطولة عالمية، هي الناس بتعرف مصر من خلالنا. يعني وقت مثلا ما حصلت الثورة وابتدى الناس تقلق، طب مصر فيها مشاكل، طب مصر كويسة، طب مصر مش كويسة، الناس دي ما كانتش قدامها اي يعني اي طريقة تعرف بيها معلومات عن مصر وعن حال مصر، سواء ان احنا ماشيين في اتجاه مظبوط او مش مظبوط، غير من خلالنا احنا طبعا وكل الرياضيين التانيين اللي بيسافروا. مستوانا ما تأثرش بأي ظروف حصلت في البلد. كنا دايما صورة مشرفة قدام الناس، سواء سلوكيا سواء رياضيا سواء بأي شكل من الأشكال. انتوا من غير ما تتكلموا كتير وصلتوا معاني كتير قوي ورسائل كتيرة قوي. انا وقت فعلا كنا محتاجين زي ما انت بتقول، او مصر محتاجة ان الرسائل دي توصل. انا اعتقد يعني ده الوقت اللي كلنا كان عندنا فيه ادراك فعلا ان الموضوع مش رياضة بس. يعني الواحد مش رايح علشان يلعب اللعبة بتاعته ويروح، في حاجات كتير بجانب اللعب لازم الواحد، يعني رسائل لازم الواحد يوصلها من خلال البطولات اللي هو بيسافرها ومن خلال الناس اللي هو بيتعامل معاها. فيعني انا وناس كتير من الفريق اللي معايا كان عندنا ادراك لحاجه زي كده، وابتدينا يعني نشتغل على حاجه زي كده يعني اول ما حسينا الموضوع محتاج ومستاهل. ايوه، واعتقد ان كان من اهم الحاجات اللي عملوها ان في البطوله العربيه في 2011 كان اكبر عدد ميداليات يحصل عليه في بطولة واحدة. خليني أقول بس تعليق مهم، إن قد إيه مهم إن أنا أهتم في ولادي بالموهبة اللي عندهم، أو إن أنا أطلعهم رياضيين لو ما فيش يعني موهبة. قد إيه الشخصية بتفرق؟ يعني أنا عمري ما استضفت حد عنده موهبة واهتم بيها الأهل أو بطل رياضي إلا ولقيت شخصيته سوية وشخصية واثقة من نفسها وطموحة، وبلاقيه ناجح في أكتر من مجال على فكرة. فده بس مش عارفه تعليقكم ايه او تعقيبكم ايه، بس اكيد يا محمد انت حاسس ان انت مختلف عن زمايلك اللي انت كنت ممكن في سن معين وانت صغير بتبص لهم يعني ان هم مرفهين عنك. انا اعتقد ان هي في الاخر حاجات تربويه، ويعني حاجات طلعت من البيت، يعني ايا كان الشكل اللي الناس شايفاه. لكن حاسس باثر الرياضه على شخصيتك؟ طبعا حاسس. استفرياتك، احتكاكك بجنسيات مختلفه، كل دي خبره اكيد فرقت معاك يعني الشخصية جامد. طبعا فرقت معايا، يعني ان الواحد يعني كده احنا خلاص دلوقتي لازم العالم كله يعني يبقى منفتح على بعضه، ويعني لازم نبقى يعني خلاص كلنا شايفين احسن حاجة، وكلنا عايزين نوصل للمستوى ده ونوصل للحاجة الكويسة. وانت بتتكلم عن قد ايه الشخصية المصرية مميزة، انت ما كنتش بتتكلم عن التميز او مركز على التميز، لكن انا شايفة تميز للشاب المصري انه يكون بيدرس وبيكافح ويلعب رياضة
وقلت لي احنا مش هنخش على فكره حاجه تحسب لنا وفي الاخر يعني بننافس يعني زينا زي الناس التانيه دي بالظبط المتفرغه احنا أي. يعني للاسف ان احنا في العاب كتير ما وصلناش لمستواهم بس يعني احنا برضو بنعمل المستحيل يعني مستحيل حد بكميه الامكانيات اللي عندنا والوقت اللي عندنا يوصل للمستوى ده يعني انا نرجع شايف ان نقول دي حاجه الشخصيه او شخصيه الشاب المصري الشخصيه المصريه متميزه بس هي ممكن تكون عايزه اهتمام اكتر يعني انا مش عارفه بالنسبه للجمباز لان انت تقدر تتكلم عن الجمباز بالتحديد في مثلا سيستم معين منظومه معينه لاكتشاف الموهوبين انت مثلا هتدخل في مجال التدريب ممكن انتوا الجيل بتاعكم بقى بالفكر والتعليم والثقافه بتاعتكم انتوا تهتموا بقصه زي دي يا ريت طبعا بس يعني هو للاسف ان احنا ما عندناش نظام زي ده يعني احنا ما عندناش حاجه مثلا اسمها نظام زي ما حضرتك قلتي لاكتشاف الموهوبين احنا بنستنى اللعيبه تطلع من الانديه ننقي اللعيبه المميزه بينهم علشان نعمل منتخب واللي عنده امكانيات ان هو يتحسن يعني الاتحاد او ايا كان المسؤولين بيحاولوا يعملوا اكتر حاجه يقدروا عليها علشان يحسنوا مستوى اللعيب بس في نفس الوقت ما عندناش نظام ان ازاي اجيب واحد من هو عنده 4 سنين او 5 سنين او 6 سنين او 8 سنين اتبناه واشوف ان ده بطل في النهايه للاسف ان احنا ما عندناش حاجه زي كده انا باخد المتميز واحاول اشتغل مع المتميز ده باحسن امكانيات عندي علشان يوصل انا عارفه كده عشان كده بقول البركه في الجيل بتاعكم الواعي المثقف انتوا جيل مختلف تماما وتلقى تعليم مختلف واهتمام انتوا بقى اللي تحدثوا التغيير اتمنى وسؤالي انت ناوي تدخل مجال التدريب ولا صعب مع الطب اسنان للاسف يعني انا شايف ان انا ضحيت بسنين كتيره جدا جدا عشان كل يوم بضيع 6 7 ساعات من يومي عشان اتمرن يعني مش عارف مستقبلي هيستحمل ان انا برضو اقعد سنين كمان 5 سنين 10 سنين ممكن يقعدوا 20 سنة برضو اضيع 6 7 ساعات كل يوم عشان امرن يعني انا مش عارف ده هيتماشى ازاي مع ال 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 مع شغلي مع تخصص الاسنان بالظبط يعني مش عارف امكانيات ده صعب. ايه صعب انت شايف انه عمليا وواقعيا واقعيا مش سهل يعني في الاخر برضو خلاص الواحد بيكبر وفي يوم من الايام هيبقى مسؤول عن نفسه وهيبقى مسؤول عن بيته وهيبقى مسؤول وهيبقى عنده مسؤوليات كتير فمش عارف حاجه زي كده بس برضه خلينا نقول ان دي حاجه سلبيه ان احنا نقطع المسيره السنين اديت للعبه سنين واكتسبت فيها خبره وسافرت وحصلت على ميداليات فخلينا نقول ان دي حاجه سلبيه لازم ان احنا نتداركها مش احنا كانت طبعا او كاهل لكن كمنظومه عموما وكمنتخب انا رياضي ان شاء الله عامل حساب ان يعني وسط الجمباز ده انا مش عايز اطلع منه طول حياتي يعني زي ما قلت لك لحد ما كنت لسه بلعب سافرت خدت كورس دورة تحكيم دولي علشان انا هفضل يعني عايز ابقى يعني مثلا لو افترضنا ان انا مش عارف ابقى مدرب على الاقل انا هبقى حكم في يوم من الايام ان شاء الله احاول اخش الجهاز الاداري للعبه سواء في الاتحاد سواء في لجان فنيه سواء في جهاز فني ايا كان الطريقه اللي اقدر اساعد بيها هحاول ان انا افضل موجود في اللعبه دي يعني لما لا نهايه يعني عندنا ناس كده فعلا ممكن يعني ناس كبيرة معدية 50 ومعدية 60 سنة لحد النهاردة بتشارك في الاتحادات بتشارك في المنتخبات كجهاز فني جهاز طبي جهاز إداري يعني إن شاء الله يعني طول ما الظروف تسمح هفضل في اللعبة انت هتحاول تدي للعبة دي بأي طريقة لأنها أخذ السنين لحد الآخر بالظبط ياريت بشكرك كابتن ودكتور محمد السحرتي بشكر حضرتك دكتور شريف بشكر حضرتك أستاذة غادة سعداء فعلا بلقائك وبأكد على السعادة دي وإحنا فخورين أن أنت فعلا مثلت اسم مصر في سنين كتير وفي وقت كنا محتاجين أن الرسائل كتير أنتوا بطريقة غير مباشرة وصلتوها منتهى البساطة الحمد لله بشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا وإلى اللقاء في نفس ميعادنا الأسبوع القادم مع أسرة جديدة وحلقة جديدة من بيت العيله.